السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأخ هشام هاشم في شرح طريقة تشغيل واتساب على الجهاز بدون استعمال أي برنامج أو تثبيتي. والطريقة سهلة وبسيطة. أولا نقوم بالدخول إلى هذا الموقع واتساب كما تلاحظون web.whatsapp.com، وسأضع لكم الرابط أسفل الفيديو على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. ثم بعد ذلك لابد أن يكون عندنا هاتف ذكي، نقوم بالدخول إلى الواتساب، ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على بارامتر، ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على واتساب ويب، ثم بعد ذلك نقوم بتحليل الشفرة، ثم بعد ذلك مباشرة كما تلاحظون يصبح عندنا الواتساب على الجهاز بدون تثبيت أي برنامج. والطريقة سهلة جدا. نقوم مثلا الدخول إلى العلم نور، هذه مجموعة دينية، ثم بعد ذلك نقوم بالدخول إليها في نفس المكان كما تلاحظون. إذا أردنا الخروج نرجع إلى الهاتف، ثم نضغط على بارامتر، ثم إلى واتساب نفس عملية، ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على ديكونيكسيون ديكونيكتي، ثم كما تلاحظون مباشرة نخرج من الموقع موقع واتساب. وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.